بسم الله والله أكبر ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى. نأخذ بعض آيات من آخر سورة الأنعام. بسم قل أي يا محمد يا حبيبي الأول عليك الصلاة والسلام. قل تعالوا تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام خبير بمحرمات التي ابتلي بها بنو إسرائيل جزاء خبثهم وعصيانهم للمولى واعتداءهم على الحرمات وقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قل تعالوا ومعهم الكنسيين موج مقصر في الإجرام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، يعني سكودير وزا رونديكم إليسيت ربكم. أشنو اللي حرم؟ أشنو اللي حرم؟ نراه بحول الله الشريط الآتي إن شاء الله.